بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي المشاهدين، كما ترون معي في هذا الفيديو الذي خصصته لكيف يتعامل بما يسمى بالترتيزات أو الشبكة، فهذا العمل بسيط بالتمني أن يعجب كل السيدات. إذا أحبتي في الله، أول شيء قسمة خيوط الحرير على قسمين، ثم أقوم بغزل الطرفين من الحرير. بعد غزل الطرف الأول والثاني أتم بجمعهما بالعكس، أي لأن غزل الطرف الأول والثاني بنفس الدورة وجمع الخيطان اللذان تم غزلهما بالعكس. إذا قمت بغزل الأول والثاني بنفس الغزل وجمعهما بنفس الغزل أيضا فهنا يتلفان، أي يضيع لي الحرير، ودائما أركز جيدا على جمعهما بالعكس. Thank you.
إلى هنا مشاهدينا وصلت إلى عمل الشبكة بهذا الخيط الرقيق. فالشبكة كيفما كانت فخدمتنا هي الخدمة، إنما هذه أقوم بملئها، أريد أن أكمل منها بلون الذي يناسب العكس، لأن اللون المناسب لهذه الجلابة قمت أنا بعد اختيار سيدة هذه الجلابة، لأن اللون المناسب مع هذه الجلابة من أجل وضوح الشبكة. فهذه الخدمة رقيقة مثل الراند على شعرة، فالشبكة التي أعمل مثل القاعدة، وأتمنى من الأخوات أن يشكروا هذا العمل. فهذه الشبكة معروفة لدى الرجال، الجلابة بالبرشمان. بعد خياطة الجلابة الرجل وجمع الجناب ولصق شدة العقاد البلديين أو جاكار في الختام، يقوم المعلم أو الصانع أو الفقيه بوضع هذه الشبكة، ثم قفل على الجياب والكتف كذلك إلى الفتحات. وبالنسبة للقفل، المقصود به مجموعة من العقد لحماية الجيب والفتحات من التقطيع. إذا المشاهدين الأفاضل، بعد الضربات العمارة للشبكة أضع قوس تحت الحسكة، أي هذه الشبكة، فلا أقوم بتقطيع الخيط وأعمل بخيط آخر، فخيط واحد يكتفي حتى يكتمل، ثم بعدها أكمل العمل بخيط جديد.
وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلت إلى نهاية الفيديو، بالتمني أن هذا الفيديو أعجبكم، فلا تنسون بالإعجاب والاشتراك في القناة، تشجيعاتكم لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو آخر بحول الله تعالى.